تفضل تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إدخال رقم الهاتف على تطبيقكم. بشأن نقوم بضغطنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط على تطبيق أبشر، بعدها سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالضغط على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق أبشر. سوف يظهر على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم أبشر. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في